قدم لينا الكيك بالسميده، وغادي نشوفوا كذلك من بعد الاخت اميمه اللي كتصل بينا من المضيق، وغادي تعطينا شي واد البسبوسه. يا سلام يا اميمه، والبدايه معك سكينه، مرحبا بك على راديو اسوات. ربي يخليك اختي سناء، اش اخبارك اختي سكينه؟ لاباس الحمد لله. عرفتي انا عندي 17 عام وكنحلق على البرامج ديالكم. الله يبارك فيكم، مرحبا بك، وتحنا كنعزوك بزاف بزاف. ربي يخليك اختي. تفضلي سكينه، كاينه الحداقه، كاين الشهيوات ياك؟ شديه الحمد لله، يلا كنتعلم. اي والله يعاونك ان شاء الله تكوني مولات الدار من داك الشيء. نقدم لكم يا مرتي كاس سميده. ايه مرحبا. راه غنحتاجو كاس زيت، كاس طلب سنيده، كاس زيت وكاس سنيده، زيت كيسان فوق. غيب شويه علينا سكينه باش السيدات ياخذوا من عندك المقادير. اذا كاس زيت، كاس ديال سنيده، وكاس ديال سميده رقيقه، جوج كيسان صوص، اربعه البيضات، نعم، واحد رايبي. بلا ما نذكروا الماركه. اذا ناخذ واحد خمارات حمري، خمضة محكوكة، أربعة الخمارات حمرين، خمضة محكوكة. كناخدو خلاط كهربائي، غادي نديرو فيه الزيت، الصليبة. اسمح لي الحمضة، الحمضة القشرة ديالها اللي محكوكة ياك؟ القشرة محكوكة. واخ، إذا غادي ناخدو خلاط كهربائي، غنديرو فيه المقادير، إلا السميدة والفور والخمارة. هادو نخدم حتى الآخر. نعم. ناخذ المول ديالنا ندهنوه بالزيت في الفرن أو الفوق، ونديرو الكبة ديال الخليط ندخلوها للفران، وملي تخرج ندهنوها بالشوكلاط أسود مذاب. غادي بحال شكل ديال كاطويا يعني، بالكيكة بالشوكلاط وداك الشيء. شكرا لك كثير سكينة. ربي يخليك أختي، كنحمق على البرامج ديالكم بزاف، وأصوات الإذاعة المفضلة عندي. الله يبارك.